السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم في حلقة جديدة إن شاء الله نقدم فيها طبق جديد يعجبكم. والنهاردة هنروح مع بعض نوصل لغاية مقاطعة حيدر أباد في الهند. هناك بيعملوا الرز بطريقة جميلة قوي باللحمة أو بالفراخ. إحنا هنعمل النهاردة عشان طبعا لسه طالعين من العيد الكبير فهنعمله بالفراخ. معانا النهاردة الرز على الطريقة الهندية بالفراخ على طريقة مقاطعة حيدر أباد. نبدأ نقول المقادير بتاعته مع بعض. معانا نص كيلو رز بسمتي هندي منقوع، ومعانا الخضار اللي هيخش مع الرز ده ومع الفراخ: طماطماية ترانشات، قرن فلفل حامي، بصلاية، جزر، كزبرة، فلفل أحمر، فلفل أخضر رومي. والتوابل بتاعتنا: كزبرة حب، قرفة، حبيان، كبابة صيني، بودرة زعفران، كركم، ملح، نعناع، كمون، وتوابل برياني وفلفل أسمر. توابل برياني لو مش موجودة مفيش أي مشكلة، اللي مش قادر يجيبها ممكن يستغنى عنها بأي نوع بهارات تاني، بس ممكن نلاقيها في السوبر ماركت معلبة. ومعانا فرخة متقطعة 8 منزوعة الجلد، وفي الأكل الهندي يا جماعة لازم الفرخة تكون منزوعة الجلد. ومعانا كوباية زبادي وكوباية لبن، ومعانا زبدة للطبخ 50 جرام. ونبدأ مع بعض نروح نعمل الطبق مع بعض. ومعانا هنا حلة فيها زيت، الحلة دي حطيت فيها بصلاية مقطعة سلايز أو شرايح، هنعمل فيها بصلاية مقلية زي بتاعت الكشري كده وهنركنها على جنب. شايفين البصل وصل للمرحلة دي من التحمير، كفاية عليه قوي كده، نطلعه ونصفيه على منديل ونركنه لغاية ما نخلص الرز نشوف هنعمل بيه ايه. احنا دلوقتي نفس الحلة اللي عملنا فيها البصل هناخد 50 جرام زبدة هنسيحهم بالشكل ده، وننزل بالفراخ نقلبها كويس مع الزبدة بحيث ان احنا نسد المسامك بتاعت الفراخ ونديها وش تحمير من بره. زي ما احنا شايفين الفراخ وصلت للشكل ده من التحمير. ابدا اضيف لها الخضار بتاعي كله اللي احنا قلنا عليه واقلب كويس قوي. ومعايا التوابل بتاعتي باضافه مكعبين مرق الدجاج انا زودتهم دلوقتي عذرا. هنضيف كل التوابل بتاعتنا، نقلب المكونات دي ببعض. نقلب بالشكل ده كده، الكركم والكاري والتوابل البرياني اللي حطيناها وكله لغاية ما الفراخ تاخد اللون، بودرة الزعفران تاخد معانا الألوان دي بالشكل ده. نبدأ نضيف اللبن والزبادي. معانا كوباية اللبن اللي قلنا عليها، ضيفها كده، كوباية الزبادي. أنا عايز أقول لكم الريحة اللي طالعة دلوقتي، يعني الفراخ لو استوت تتاكل على طول، حاجة هايلة. الهنا والشيخ إن شاء الله. زي ما احنا شايفين الشكل بقى كده. متنسوش النعناع يا جماعة في الوصفة دي، النعناع مهم جدا.
يعني اللي هيعملها يجيب الفيديو قدامه ويبدأ ينفذ. تمام، احنا وصلنا للمرحلة دي، هنعمل ايه بعد كده؟ زي ما احنا شايفين المية الصوص اللي عملناه مع الفراخ بدأ يغلي. طبعا معانا نص كيلو قلنا رز منقوع لمدة نص ساعة، نبدأ نضيفه على الوش، نغطي بيه الفراخ كده. ماشي، ونضيف الميه بتاعتنا. طبعا احنا عارفين الرز البسمتي بياخد ضعفه ميه، ضعفه مرتين ميه. نسيب كل الكلام ده مع بعض يستوي مع بعض، واول ما يبدا يغلي نهدي عليه النار. نبص مع بعض كده على الرز، زي ما احنا شايفين الرز بدا يغلي، كل التوابل والمكونات اللي حطيناها تحت مع الفراخ وطعم الفراخ بيطلع على الرز من فوق. وهي دي الطريقه، وهو ده الرز ان شاء الله. ونقفل عليه ونستنى لما يشرب ميته ونشوف هنعمل فيه ايه تاني. ونبدا يا جماعه نشوف الرز مع بعض. تمام كده الرز بدا يتشرب، زي ما احنا شايفين التوابل اللي تحت كلها طلعت على الوش. نبدا نهد عليه النار خالص ونسيبه يكمل تسويه. كده الرز شرب ميته تقريبا كلها، نبدا نضيف له من فوق على الوش البصل المحمر بالشكل ده. معانا الكزبرة المفرومة كده، ونوطي عليه النار تاني ونسيبه يكمل تسويته بالحاجات دي. ونرجع نشوف الرز مع بعض تاني. تقريبا كده خلاص استوى زي ما احنا شايفين الشكل، الكزبرة والبصل، ولون الرز اتغير، احنا ما حطيناش عليه اي الوان. ده لون التوابل اللي تحت اللي مع الفراخ، الزبادي واللبن والكركم وبيضة الزعفران، الطبق اللي حطيناها. ونروح بقى نقدمه مع بعض. وبكده قدمنا الشكل النهائي للطبق، لطبق الرز على طريقة حيدر اباد، الطريقة الهندية. وحيدر اباد دي مقاطعة في الهند، بيعملوا الرز باللحمة وبالفراخ بالطريقة دي. وهو ده الشكل النهائي، وبالهنا والشفا. زي ما احنا شايفين الفراخ واخدة وش من تحت، عقبال ما الفراخ طلعت، عقبال ما الرز استوى كانت الفراخ اتحمرت من تحت. ومقدم معاه صوص تباسكو، ومعانا طبعا على الوش شوية بصل وشوية بقدونس كزبرة. وبالهنا والشفا على اللي هياكله. ولو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، والتعليقات تبقى تحت الفيديو. وبالهنا والشفا، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية على خير.